احد امراء بني امية وطرقت الباب، خرج احد الخدم: ماذا تريدين؟ قالت: اريد سيدك. قال: من انت؟ قالت: اخبره اني اخته. الخادم يعلم ان سيده ليس له اخت، فدخل اليه وقال: سيدي، امرأة تدعي انها اختك. فقال: ادخلها. فقابلها باشا هاشا وقال: من اي اخوتي انت يرحمك الله؟ قالت: اختك لآدم. قال: رحمة مقطوعة، والله لأكونن اول من يصلها. بالله اسمعوا ماذا قالت المرأة لنتعلم الأخلاق في الطلب وأدب الطلب. قالت: أيها الأمير، ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المزاق، من أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيئا ليوم التلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال: أعيدي. قالت: ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المزاق، من أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيئا ليوم التلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال: أعيدي. فأعادت، ثم قال في الرابعة: أعيدي. قالت: لا، حسبك، أظنك قد فهمتني. وفي الإعادة مزلة لي، وما اعتدت أن أزل نفسي لغير الله. قال: والله ما أعجبني إلا حسن حديثك وأدب طلبك، ولو قلت ما قلت ألف مرة لأعطيتك عن كل مرة ألف درهم. ثم قال لخدمه: اعطوها من الإماء عشرة، ومن العبيد عشرة، ومن الجمال عشرة، ومن النوق عشرة، ومن الغنم ما تشاء، ومن المال فوق ما تشاء، لنعمل شيئا ليوم التلاق، فما عندنا ينفد وما عند الله باق.